تجربة طبعا مريرة بالنسبة لي، أول مرة تحصل لي يعني إن أنا أقعد في نادي شهر وعشرة أيام وبعدين أمشي. لكن أنا فكرت من أول يوم ليا إن أنا أمشي، لأن الأوضاع ما كانتش مناسبة بالنسبة لي يعني، وعشان كده فضينا المشكلة ديت بإن أنا أمشي يعني، ما فيش مشاكل. لا طبعا هم اللي مشوني طبعا، بس انا قانع تماما يعني بان انا امشي، وان انا لان التجربه ديت يعني عايز اشيلها من دماغي خالص ومن تاريخي خالص يعني. النظام بيزعل ناس كتير، الانضباط بيزعل ناس كتير، انك تبقى فيه اسلوب احترافي في التعامل ده بيزعل ناس كتير، وعشان كده احنا مشينا يعني. المدرب دايما هو كبش الفداء، وهو دايما الشماعه اللي بتتعلق عليه جميع الاخطاء. احنا الكره المصريه بتمر بمنحنى خطير جدا جدا جدا، وده مش دايما بيبقى السبب المدرب. احنا عندنا قصور شديد في الاداره الرياضيه في بعض الانديه، وقصور شديد في الافكار وفي الفكر، ودائما المدرب هو كبش الفداء، وهو الحلقه الاضعف زي ما انا بقول يعني في العمليه التدريبيه. يعني اذا كان في اربع اركان للعمليه التدريبيه، اذا كان اداره، اذا كان لاعبين، اذا كان امكانيات، اذا كان مدرب، فالمدرب هو دائما الحلقه الاضعف في هذا المربع يعني، ويحمل كل المسؤوليه، بالرغم ان هو بيبقى في اوقات كتيره جدا مش هو المسؤول، صدقني يعني في اوقات كتيره جدا ما بيبقاش هو المسؤول. ممكن الجو المحيط بيه هو المسؤول، ممكن الاسلوب اللي بتدار به الامور في داخل النادي هو المسؤول، ممكن الكواليتي بتاع اللعيبه بيبقى هو المسؤول. فمش دايما المدرب هو المسؤول ابدا يعني. احنا عايزين تغيير في العقليات، تغيير في اسلوب الادارات، تغيير في حاجات كتيره جدا جدا، في مفاهيم كتيره جدا جدا ضروري تتغير عند الادارات المختلفه. مش كل الادارات طبعا، في ادارات شغاله بشكل كويس جدا وناس محترمه جدا، لكن في البعض. كل اداره ليها الحريه الكامله في اتخاذ ما يناسبها، واللي شايفاه من وجهه نظرها انه هو قرار سليم. يمكن الماتشات السابقة يعني كان فيها مستوى الزمالك مش أحسن حاجة يعني، يمكن ده سهل عملية اتخاذ القرار يعني. لكن هو راجل مدرب، عمل للزمالك كتير، خد بطولات لنادي الزمالك في فترات قصيرة، وده يحسب ليه الحقيقة يعني. برضو غياب يعني الونش كعنصر أساسي في خط الظهر وركيزة أساسية، ده برضو مأثر في أداء خط الظهر في نادي الزمالك يعني. لكن أنا شايف إن الصفقات اللي تيجي نادي الزمالك تبقى أفضل من كده بكتير يعني.